تدريه يا امك تدريه. انت كل شويه شاي قهوه شاي قهوه. ايه يا اخويا ما حدش بيشرب غيرك في المغلى ولا ايه يا بنت؟ الشهاده للرئيس برعي. وهو يا شغاله عندك انت رئيس برعي بتاعك ده؟ رئيس برعي ده بتاعي انت؟ عدي كلام يا بنت ده. عدي يا اخويا ولعلمك بقى لو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. طب انا هقول لك الكلام ده للرئيس برعي. خضتني يا اخويا خضتني قوي. طب لعلمك بقى طز فيك وفيك. يا نهار ابوك يا اسود. بتقول انا ده انت اللي نهار ابوك وامك واللي شدت لك اسود في العصر. يا نهار ازرق يا جدعان. يا بنت ايه يا بنت؟ في ايه يا بنت؟ الله مالكم انا راجل؟ في ايه يا عم مرسي؟ تعال شوف اختك بتطول لسانها عليا وعلى الرئيس برعي. بتتكلمت يا بنت ولا ايه؟ انا خلاص فاض بيا ومش عايزه حد يحك لي سنتين من اخيري. يا بنت القلق اللي انت عاملاه ده على الصبح. تعال شوف الرئيس برعي. البنت وردة لعنت فيك ولعنت فيا يا معلم. بقول لها عيب يا وردة ده الرئيس برعي. قالت لي طز فيك وطز في الرئيس برعي بتاعك. يا عم اهدى شوية انت جاي تسخنها وتولعها. معلش يا معلم برعي. انت قلت كده يا بت؟ ايوه قلت. ايوه ايوه قلت. هتعمل ايه يا برعي؟ هتشنقني؟ برعي؟ برعي حد كده؟ خلاص بقى يا بت في ايه؟ ليه منزل شوية؟ معلش معلش يا رئيس برعي. استنى بس. بنت زي دي هتهزاني؟ بنت بنت يا اخويا. لا يا قمر فوق يا حبيبي. احنا هنا كلنا اولاد تسعه كلنا شغالين عند الحاج يا عينيا. يا بنت لم نفسك بقى. اوعى بقى انت عايزه توصلي ليه؟ عايزه تخرب علينا؟ جرالك يا بنت انت اتجننت ولا ايه؟ انت مفيش حد مالي عينك؟ ايوه مفيش حد مالي عيني يا ورع. مفيش حد مالي عيني. ازرق استهدي بالله بنت ضربتي. حقك عليا يا معلم حقك عليا. اوعى ايدك اوعى. البنت دي مش عربية النهاردة. طز فيك. هي بنت اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي خبلتي في نفوك ولا ايه؟ انت عارفة ايه اللي عملتيه مع المعلم برعي؟ معلش يا حاج ابوس ايدك سامحها. يعني عجبك اللي هي هببته ده؟ وانا هببت ايه يا حاج؟ بصراحة بقى كده انا خلاص قرفت من الشغل هنا. بنت اخرس يا بنت قطع لسانك. انا راضي حكمك يا حاج. اعادي البنت دي هنا كوم واعادي كوم تاني. ده كلام يا معلم برعي. بشندي لما حاجتك وعيالك وغوره من هنا. مالكوش شغل عندي هنا تاني. ايه يا ابو خير؟ حد قال لكم ايه يا ابو؟ اختكوا خربت علينا. يا امك يا عيال يلا بينا. بتقول طردتهم يا حاج؟ ليه يا اخويا ايه اللي حصل؟ وازاي البت دي تقول كده؟ هي البت دي مش امامها حد. بس بقولك يا بهيجه مفيش داعي حد يعرف اللي حصل له. يعني خليهم فمنهم لسه شغالين عندي. بس لو الولا فتحي بالذات سأل عن البت بقول لا وحصل يعني وسأل عليها قولي له ان انت لما بتعوزيها بتبعت لها. اي ماشي ماشي. طيب مع السلامة يا حاج. السلامة. شوف وشك بخير يا حاج. كل شيء اسمه نصيب. مع السلامة. يعز علينا فراقك يا حاج. قلنا كل شيء اسمه نصيب يا حاج. خد دول. يدوم عزك يا حاج. السلام عليكم. بقول لك يا بشندي. نعم. في البطنيه هنا بعد كده مفيش لا سكن ولا شغل. مفهوم؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. السلام عليكم. سلام عليكم.